وردة سرنا المحبة. سكامة تقول هيلك قوتنا في هريستنا. نجمة اللون ذهب وكل شي فيها يتحب. نجمة راك حرة. جبن مرياح علاش ليه؟ تن البدر صحة ونكهة وبنة. عرفتي توسر تن البدر وهل يخفى القمر؟ من اليوم سمارت شيف تقدم لكم كريمة جديدة بنكهة الزهر. مع سمارت شيف مسهلها البنة. تريبليكس جاسترو من مخابر لونفول فارما متوفر في جميع Cuisina, votre cuisine autrement. صباح الخير، مرحبا بكم الناس الكل في حلقة جديدة من الماتينال. إن شاء الله بداية أسبوع موافقة للجميع. في حلقتنا اليوم باش نحكيو على اختناق عصب الليد اللي برشا نساء نعانيو منه. للناس اللي تخدم منكم برشا بيديها، الناس اللي تقضي، الناس اللي حتى هكا تحية للناس اللي يعملوا خبز الطابونة مثلا، يخدموا برشا بيديهم، دونك تقع عندهم برشا وجاع ومش عارفين شنو، يقول لك برد. أما هي راهو الحكاية مش برد. كيف زادة باش نحكيو على كيفاش ندخلوا الديكور، احنا نقولوا الحاجات التراثية، الحاجات التقليدية نتاعنا كيما نتاع المرقوم هكايا، ندخلوها في ديارنا وما نخرجوش على الديكور ممكن شوية مودرن. دونك هذا وغيره. مدام برقاوي زادة بحذانا، زادة سحر كيف صافي، زادة كيف كيف بحذانا، بونجور صفصور الغير وتقول لك بونجور يا فاطمة. دونك ان شاء الله صباحك زين يا ربي، الحمد لله، ان شاء الله تكون بصحة جيدة. نصبح عليك، نصبح علي دو شيف، نصبح عليكم انتم بالطبيعة أو في برنامج الماتينال وين ما كنتوا تتابعوا فينا وتشاهدوا فينا من خلال قناة التاسعة. ان شاء الله نهاركم زين وبنين وكله صحة يا ربي وعافية. وسنوني بعدك شوية هكا قعدنا شوية وقت في المواضيع الهامة اللي باش نتناولوها اليوم. باش نحكي لكم على بيبان البيا، الفقرة اللي كنا حكينا عليها قبل. اليوم باش نتناولوا ثلاثة بيبان من اللي اضمحلوا للأسف. مشكورة أسف صوفة. احنا بيان سور البداية تكون مع صباح خير لشيف. صباح خير فاطمة، صباح خير صفاء، شيف فتحية صباح النور. نهاركم زين، صباح خير، نهاركم سعيد. شيف فتحية فكيت منها الزيت دونك كيف ما تشوف. مشاهدينا مرحبا بكم من جديد مع بعضنا في كوجينة الماتينال. باش نبداو نهارنا اليوم بالدبارة، بالدبارات وفطورنا في سيدي رمضان. دونك باش نشوفوا شنو محضرتنا شيف فتحية. ثم خبز وحلو ولا حلو بركة؟ خبز وحلو باهي برشا. خبز وحلو بتاع آخر رمضان، تعرفوا حلو آخر رمضان يدخل في تحضيرات العيد والحاجات يقرب للبسكي والحاجات السيئة، يقرب للحاجات البنينة اللي نبعدوا شوية على الكريم. فوالا لا فما ساعة ساعة ما نبعدوش عليهم الكريم، ما نجمش نستغنى عليهم. باهي هوني عندي اليوم خبز من نوع جديد بالخضرة وبالجبن، جبن مريح بالطبيعة، وخبز متاعي فيرينتو سبيسيال بيتزا وردة. مع هذايا باش نعمل المقروض الذراع. العباد ديما تنشد شنو مقروض الذراع، اليوم باش نوريكم كيفاش تعمل مقروض الذراع خطوة خطوة. يعطيك الصحة شيف فتحية. دونك هذوما الحاجات باش تحضرهم لنا. أنا مشاهدينا باش نحضر اليوم ثلاثة وصفات. الوصفة الأولى باش تكون شربة شرقية بالعدس، باش نعملوا معها بلا تونسي برشا نحبوه، برشا نعملوه بطرق مختلفة. أنا باش نعطيكم الطريقة اللي نحضروا بها وتجيب بنينة برشا، اللي هي الكمونية. كمونية بيان سور بالعلوش اخترتها اليوم. معاها هي باش نحضر بريكة. دونك باش نعملوا بريكة بالورق نتاع الملصوقة اللي نتاع المغازة، احنا نقولوا الملصوقة الاندستريال ما هيش الدياري. نعرف برشا يطيبوها تتحرق لهم بالسهل. أنا باش نوريكم اليوم كيفاش تعملوها بطريقة بسيطة برشا ومكوناتها زادة بسيطة وبنينة. باش نرجعوا مع بعضنا بعد ما نمشيوا لفاطمة وصفاء ونشوفوا أطباقنا كيفاش باش ننفذوها. يعطيكم الصحة للشيف. وقيت نسمعوا دعاء من عند الشيخ ياسين العياري الإمام الخطيب بجامع إبراهيم الخليل بالمنزه الثاني. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد يا الله يا عزيز يا متين
يا قوي يا حكيم، يا جبار السماوات والأرض، اجبر كسرنا، اجبر ضعفنا، احملنا وارفعنا ونجنا يا الله. يا قوي قونا، ويا عزيز أعزنا، واجعلنا من أهل العزم يا الله. نعوذ بنور وجهك الذي أضاءت له السماوات والأرض، نعوذ بك يا الله من شر الشياطين وهمزات الشياطين، نعوذ بك يا الله من شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد، نعوذ بك من السحرة والبطرة، نعوذ بك يا رب من كل سوء، لا إله إلا أنت. نعوذ بك يا الله فأنت القوي المتين، نعوذ بك بأنك أنت الصمد المتين. يا قوي قونا واحملنا يا الله، وتجاوز عن سيئاتنا، واعف عنا واغفر لنا ببركة هذا الشهر الفضيل. اللهم أعنا على قيامه، وأعنا على صيامه، وأعنا على تلاوة القرآن، واحفظنا يا رحمن، احفظنا يا رحمن، واحفظ بلادنا يا الله يا منان، يا حنان، يا كريم، يا عظيم، من لنا سواك فندعوه، ومن لنا إلاك فنرجوه، من لنا سواك فيحفظنا يا رب العالمين من شرور الشياطين وشرور كل، يا رب من يريد بنا شرا أبعدهم عنا واحفظنا يا كريم يا عظيم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، نستغفرك ونتوب إليك، تقبلنا واقبلنا وتقبل منا، وصل وسلم على نبينا محمد. دعاء مقبول وذنب مغفور وصيام مقبول إن شاء الله. احنا توي كنشوفوا سبوت الخاصة بفيريدول وكالمادول. فيك هاني جيت عقلك كلمة فوق الدرسة ولا استنى اللي برا من الغادي اجي لهوني اجي وين مشيت كلمة فوق الدرسة ولا استنى اللي توجع وكلمة دال هذايا حريبش استنى فيري دال بند بوس مضمض بيه بعد ما تحك سنيك كلمة دال ينحي وجيعة السنين في رمشة عين. دونك هذه سبوت الخاصه فيريدول وكالمادول اللي باش تعطينا عليهم بعد شويه سحر السلامي معلومات. ما تنجموا تدخلوا على الباج فيسبوك لونفول فارما باش تعرفوا اكثر زاده معلومات على البرودوي الاخرين بامضاء لابوغاتوار. هذه احنا تويكا بحثنا الدكتور هيكل بن عمر اللي هو اخصائي في جراحه العظام والمفاصل. صباح الخير دكتور. صباح الخير فاطمه. صباح الخير بجميع المشاهدين. يعيشك يا سيدي، رمضان مبروك. بارك الله فيك يا سيدي. دونك اليوم نحكيو على اختناق العصب في الليد، اما قبل كان تسمح نرجعوا بحثه لجيف. رجعنا فاطمة أكيد لكوجينتنا، وباش تكون ضربة البداية اليوم مع الخبز اللي اختارته شيف فتحية شواشي، خاطر لازم يرتاح. الخبز نتاعي نوعية جديدة اللي هي بالخضرة وجبن. ألوغ أول حاجة نعملها نحط نعجن الخبز نتاعي بالطبيعة، نحط له الخميرة انستونتاني فارينا سبيسيال جاتو وردة، معها خميرة انستونتاني سمارت شيف. ديما أنا نلف الخميرة في وسط الفارينة قبل ما نبدأ الخبز متاعي، نحط له
شويه زيت جيو بلس نجمه. ديما خبزي فيه شويه زيت وبقيه الزيت نحطه وقت اللي نجي نعمل الفاسوناج بتاع الخبز بتاعي. نحط له شويه ملح ما نكثرش خاطر باش نحط فيه جبن مريح. نحط له مغرفتين سكر، هذوما باش يعطيوه اللون المزيان اللي نعرفوه ديما في الخبز نتاعنا. ونصب الماء، ماء معدني بالطبيعي، ونحط نعجن الخبز. نعجنه كيما عجينة البيتزا كيف كيف. الوغ يلزمش يكون مكبوس، يلزم يكون سوبل. وانا الخضره عندي رابيتها، رابيت سفناريا ورابيت قرع اخضر، وحطيت قد حكار السفناريا والقرع، جبن سيسيليان المالح نتاع مرياح. وسيسيليان المالح خاطر علاش؟ خاطر الخضره الافاد، معناها ما فيهاش نكهه. شنو اللي باش يعطي النكهه للخبز هذا وينطق الخضره نتاعها؟ هو الجبن، الجبن نتاع المقرونه كي نسميه جبن مقرونه، هذاك اللي يعطي نكهه بنينه للخبز نتاعنا ويخليه مفوح ويخليه بنين. الوغ هذا يخليه توا يخمر لطون اللي انا معناها خضرته حاضره. فما قرع غابي، سفناريا غابي، جبن سيسيليا غابي، وحطيت له موتزاريلا غابي. هذوما الكل يتزادوا له بعد لا يخمر مع بعضنا من بعد. يعطيك الصحة شيف، احنا باش نرجعوا لك بعد ما يرتاح الخبز ونشوفوا الايتاب الثانية فيه. أنا مع مشاهدينا باش نبدا نحضر الكمونية. دونك أول حاجة باش نحطوها تاخذ شوية وقت في الطياب، دونك نبدو بها هي. حطيت أنا الزيت نتاعي زيت نجمة دو بلوس يسخن شوية. شو باش نحط فيه؟ باش ناخذ مغرفة، سامحني شيف. دونك لازم أول حاجة نعملوها في الزيت هي الكمون، شيشة خفيفة مش برشا، وكان لازم كان عندكم كعب أحسن حاجة. دونك باش نحط شيشة كمون هكا باش ما يتحرقش ديريكت، باش نهبط عليه اللحم، الكبدة، اللي يحب فيها الكلاوي، اللي يحب فيها القلب. هذه حاجة اختيارية ليكم انتوما كيفاش تحبوا الكمونية نتاعكم تكون. أنا اليوم حبيتها بالعلوش، نجموا تعملوها بالبقري، وعملناها المرة اللي فاتت كان شفتوا بالقرنيط، سبيسيال شوية بالقرنيط. اليوم باش نعملوا الكمونية نتاعنا باللحم والكبدة والقلب نتاع العلوش. انا الحقيقه الكلاوي ما نحبهمش برشا، يعطيوني طعمه قويه، هذاك علاش نحيهم من الكمونيه. كل واحد واختياراته. هوني شنو باش نعملوا؟ باش نحطوا الغطاء نتاع الطنجره، نخليوا اللحم نتاعنا والكبده كلهم والقلب يطيبوا سله سله لين يخرج الماء نتاعهم، هذاك يبقى يطيبوا فيه. من بعد نفوح، ما نفوحش من الاول. انا باش نخليها على نار متوسطه مش نار هاديه برشا، ونخلي كيف ما قلت لكم اللحم تاعي يطيب. وكي نجيو باش نفوحوه نرجع لكم. نمشيو توا لفاطمه وصفاء، استناو فينا. مشكورين، يعطيكم الصحه. نرجو نحكيو مع الدكتور هيكل بن عمر، الاخصائي في جراحه العظام والمفاصل. دكتور، هناك نحكيو على اختناق العصب في اليد، شنو نقصدوا بها الحكايه هذه؟ هو اللي معروف ممكن عند الناس بالفرنساوي يسميوه لو سيندروم دو كانال كاربيان. هو النفق الرسغي اللي يتعدى من هنا واللي هو يجي في اليد، ويتعداو منه العلب اللي يحركوا الصوابع، ويتعدى منه العصب المتوسط اللي هو بالفرنسية يتسمى لونير ميديون. هذاكم الكل يتعداو فرد نفق، فرد بلاصة. ودونك البلاصة هذه كما أنها هي طبيعية تنجم تضيق شوية، وقت اللي تضيق شوية تعطي العلامات، وأول ما يتشكى وأول ما تصير العلامات تصير على كل العصب المتوسط هذاك، ودونك تولي يعطي الاثار ويعطي العلامات نتاعو معناها. هات نحكيو على العلامات قبل حتى ما نحكيو على الاسباب. كيفاش نعرفوا اللي احنا تمس معناتها ولا صار اختناق نتاع العصب هذا؟ في معظم الحالات فما الوجيعه. الوجيعه عندها خاصيه وانها تمس خاصه ثلاثه سوابع الاولانيين نتاع اليد. ثلاثه سوابع الاولانيين معناها هذوما ثلاثه اللي هما تجي فيهم وجيعه، وجيعه كيما التنميل كيما الكورون خاصه في الليل. هذا مرض يمس خاصه النساء. في الأربعين سنة فما فوق. وراو علاش ثلاثة سوابع هذوكم؟ لأنه ثلاثة سوابع هذوك هما اللي يغذيهم هكا العصب هذاك. دونك السوابع الصغار الأخرانيين يبداو لاباس عليهم، والثلاثة الأخرين هذوكم هما اللي يوجعوا. وساعات نلقاو الوجيعة تطلع الفوق، خاطر ما أنه هو كيما الانسداد، معناها العصب مخنوق. الكل العصب كله حتى للرقبة يوجع، واللي يعمل وجيعة تطلع الوجيعة حتى الفوق للرقبة. وفما التنميل، وفما كي يبدا المرض متقدم بشويه بشويه نلقاو ضعف في اليد، تولي فما ضعف، تولي الانسان يعني تترخف في اليد، صحيح، وغيجي يشد حاجه طيح من يده.
تولي مثلا ما عادش يحس الاشياء بالقدا. هذوما كلهم علامات اللي تمشيو ويتطوروا بشوي بشوي. ما نحكيوش هنا على التجلط اللي يصير في الليد، ما نحكيوش. لا مختلف، التجلط يمس العروق، واحنا اليوم نحكيو على الاختناق تاع العصب. بالضبط، ما باش نفسروا للناس خاطر فما برشا نساء تصير لهم نفس الحكايه. دكتور لهناك نحكيوا الاسباب، هل ديما الاسباب تكون على خاطر الخدمه؟ ممكن كيما نشوفوا توا احنا عبد يخدم بالسوري ولا نساء يعملوا الخبز ولا يعجنوا ولا حاجه. هو من الاسباب الاسباب الميكانيكيه، معناها قضيه برشا صحيت طريقه استعمال اليد، هذاك علاش هي تمس المراه أكثر من الرجال. فما عدة أسباب، فما أسباب هرمونية اللي هي بالزغمون، معناها فما أسباب اللي هي عندها علاقة بأمراض أخرى، مثلا نجي أكثر عند الناس اللي عندهم السكر، عند الناس اللي عندهم بروبليم تاع التيغويد تاع الغصة، الناس اللي عندهم ليبوتيغويدي هذوك معرضين أكثر للمرض هذا. فما أسباب أخرى هي القضية، المرأة اللي تقضي ياسر بيديها ولا تستعمل ياسر يديها في الكوجينة، تقص برشا بالسكينة، تستعملك القلقال، ونعرف هذا الشيء هذا في رمضان في رمضان يزيد، وفما برشا نساء معرضين باش المرض هذا يتحير لهم في رمضان، يبدا موجود لكن ما همش فايقين به، يتحير في رمضان. والا اللي يستعملوا السوري نتاع لوغديناتور برشا، خاطر تتحط على اليد هكاكا ودونك نهار كامل تخدم، تلقاه انسان يخدم بيده نهار كامل على السوري ما يفيقش، ويزيد على كل الاختناق وتولي العلامات تجي. توا انا واحده من الناس، معناتها نحكي على تجربه شخصيه، كي نبدا مثلا بالحق نقضي سورتو عام ناول في الكونفينمون، عملنا الخبز في ديارنا وكل شيء، صارت وجيعه، اما وجيعه شويه وتمشي. هل هو معناتها تحب تقول لي العصب هذاك ديما يتقلق مهما كانت معناتها الفحص اللي عملتها عليه، واللي ممكن كل يوم كل يوم هو اللي يتاثر؟ ولا هو قلنا النفق هذاك اللي في البوني اللي في المعصم نتاع اليد يتعداو منه العصب وتعداو منه علب زاد دي توندون اللي حركوا السوابع، هما بيدهم زاد ينجم يصير فيهم شويه اختناق شويه التهاب وينجموا هما يوجعوا وتمشي الوجع على روحها بطبيعتها. فهمت. في بعض الحالات هما كي يلتهبوا يتنفخوا شويه ويزيدوا على الاختناق نتاع العصب، دونك هذاك يكون منه مرض ومنه يزيد يعكر الحاله نتاع العصب نتاع اليد. والمرض هذا راه موجود برشا. بالضبط. وكما انت كنت توصف فيه ينجم يجي لكن العلامات نتاعو تكون بسيطه ويبرى وحده، ويبرى وحده بالراحه، يبرى وقت اللي ما نستعملوش يدنا، يبرى في بعض الحالات وقت اللي مثلا نحطوا اكل لوختيز اللي تتلبس في اليد بالراحه، واكل لوختيز هذاك يبرى معاه شويه دواء شويه تسكين شويه معناها او نشوفوها لوختيز معناها هذيك ديزونتي انفلاماتوار مضاد للالتهابات شويه مسكنات يتنحى في معظم الحالات هذيك العلاج نتاعو. فما حالات اللي هو يستمر، كي يستمر ويزيد ويولي مدة طويلة ومقلق يولي يعمل دولوغ انسومنياك، يولي يقيم الناس في الليل، تولي الناس مساكن تقول لك امرأة انا ما نجمش نرقد نقوم نحرك يدي في الليل ونحرك سوابعي باش يعاود يرجع للنوم. هذوكم حالات يولي نجمو نعالجوهم بطريقة أخرى، فما زرارق نجمو نعملوهم وسوسهم في معظم الحالات دي كورتيكويد اللي يتزرقوا في المنطقة ذيك، ماذا بينا ما نحبذوهمش برشا، ماذا بينا ما نحبذوهمش برشا على خاطر سوسون دي كورتيكويد اللي نجموا العصب يشيحوه في المنطقة ذيك. دونك فريمون ما نجمو نعملوهم في بعض الحالات نادرة مرة، أما ما نحاولوش نكثروا منهم. معناها فما ناس اللي تلقاها تمشي للدكتور يعمل لها واحدة بعد عام عامين تقعد باقي موجوعة تقول نحب نعمل واحدة أخرى، لا نعملوها مرة ميسالش اما ما نكثروش منها، لان كورتيكويد ونعرفوا الكورتيكويد فيهم مضاعفات، ونعرفوا اللي العصب وقت اللي نزرقوا له بحذاه دي كورتيكويد ينجم يعمل لك الفيبروز وينجم نزيدوا على المرض. صحيح. دونك شنو يبقى لنا؟ يبقى لنا بعض الحالات اللي هما ما يبراوش بالدويات واللي هما نعالجوهم بالتسريح الجراحي. التسريح الجراحي فيه زوز طرق، فما الطريقه الكلاسيكيه حلان وكل شيء، وفما طريقه عصريه اللي هي نعملوها بالمنظار. تصير نقبه كما نشوفوها في التصويره هذيك، نقبه صغيره فوق البواني وندخلوا كاميرا هذيك معاها كيما ان كوتو فيها معاها سكينه صغيره جيده بالكل، معاها كيما السيستيم دوبتيك معناها كاميرا، وفيها في اخرها فما اون بيتيت ايغوي اللي هي تسمح لنا باش نسرحوا العصب. وهذيك طريقه عصريه توا متداوله برشا، ولينا في تونس موجوده وعده اطباء اللي يعرفوا يمارسوها يعرفوا قدها، والطريقه هذيك تسمح باش نعملوا العمليه في نهار، معناها المريض الصباح يدخل يروح العشيه، تقلل من مده البريان وتقلل من الالام اللي بعد العمليه،
وتعطي نتيجة ممتازة في الحالات والمرض هذا قلنا احنا الاختناق يكون استمر وقلق المريض برشا. صفصوفة دكتور لهنا حبيت نسألك على دو فاكتور ينجموا يكونوا مرتبطين كما ينجموا يكونوا مهمش مرتبطين. مثلا فما برشا انت قلت يصيب أكثر النساء أكثر من الرجال، فما برشا نساء تلقى يديها حمرة طمطومة وتعرق ومنفوخة، هل هذا مؤشر أنه عندك ان بروبليم في الارتيكولاسيون أو في العصب اللي عندك؟ وفما كيفي أنا مثلا عندي اون كيست كيست صغيره في الارتيكولاسيون ومعروفين لي كيست ارتيكولير هذوما، اسكو عندهم علاقه بالمرض هذايا والا لا؟ انا نجاوبك بالنسبه للسؤال الاولاني، من العلامات نتاع السندروم دو كانال كاربيان هذايا الاختناق هو انه اليد تحمر وتولي تسطر ويحسوا الانسان سواب مدبسين مدبسين ونعسين. فما برشا يقول لك طونسيون طلع لي الدم. لا هو مش دم، هو تلقاه الاختناق هذايا من العلامات نتاع المرض هذايا. دونك كي تقول لي انت كيفاش المريض يعرف؟ المريض يعرف وقت اللي تزير معاه علامات اخرين، تنميل، وجيعه خاصه في الليل. وقت اللي المريض يبدا عنده شك يمشي للطبيب نتاعو، يمشي للطبيب نتاعو يكشف ويتاكد. وقتها الطبيب النجم يطلب له التخطيط، التخطيط نتاع الاعصاب اللي هو نقيسوا به قوه الاعصاب في اليدين، والتخطيط هذا يتعمل عند كوليج معناها زملاء اطباء نتاع نيورولوج، يقيس القوه نتاع الاعصاب وهذاك اللي ياكد لنا المرض هذايا نتاع الاختناق. السؤال نتاعك الثاني، الكيست صحيح الكيست في البوانيه هو مرض واحد اخر، لكن في بعض الحالات كي الكيست في البوانيه هذاك يجي في وسط النفق الرسغي اللي هو الكانال كاربيان يولي يزيد على التضييق ويساهم زاده في تطور المرض وفي ظهور العلامات. انا فهمت دكتور توا انت بكري قلت لنا معناتها الاختناق هذا نتاع الاعصاب ينجم يبدا من الكف نتاع اليد حتى يوصل للرقبه وللكتف. كيف احنا نصرحوا معناتها العرق العلبه احنا نقولوا العلبه بوا في معناتها في نقولوا احنا في اليد، هل يتسرح الوجيعه هذيك ولا زوز عمليات تصير؟ لا تتسرح. حاول نعطيك انا مقارنه بسيطه ديما نعطيها انا المرضى كي يجوني نقول لهم تحسبوا رواكم انتم في الـ في الـ في الـ في, الـ في, الـ في, الـ في اللوتوغوت كي توصل للبياج. البياج الكره يبدا فما صف وصف وصف وصف، بعد البياج ما عادش فما صف، علاش؟ خاطر تسرحت. صحيح. سي لا ميم شوز، كي نسرحوا هاك البياج وكان ينحيوها البياج، تو ما عادش فما امبوتياج راهو. فهمتك. فهمت، هو لا ميم شوز، هو كي يبدا لهنا الامبوتياج موجود معناها الانسداد موجود في البوانيي، الضغط نتاع العصب بحد في حد ذاته يرتفع في مستوى اليد بكلها، وذاك علاش تتوجع اليد معناها حتى للكود حتى للبوانيي حتى للرقبه. هذا يخلي فما برشا ناس يبدا عندهم المرض هذايا وهما يعتقدوا اللي رقبتهم توجع فيهم. دونك يجيو يعديه ويجيو يمشيو للطب يقولوا والله عندي وجع في رقبتي في كتفي، يتلقاه يداوي على الكتف ولا يداوي على الرقبه نتاعو وهو في الحقيقه عنده انسداد في العصب نتاع البوانيه. وبعد العمليه يرجع نورمال؟ يرجع نورمال. هاو نشوفوا هاو نشوفوا تصاور هذيك حاله نتاع امراه عامله زوز عمليات دايوغ ما عادش نراوها لبلاصه العمليه خاطر هي نقبه صغيره ونشوفوها معناها كيفاش تحرك يدها بطريقه عاديه، معناها تحل صباح هذيا اغزه تحرك يدها بطريقه عاديه وترجع الانسان يرجع كانه ما مرضش بالكل، كانه ومنصوح يرجع يخدم في الخدمه اللي كان يخدم فيها؟ إذا كان هي من الأسباب ولا. ماذا به يغير نقص مثلا اللي يخدموا بالأورديناتور بالسوري واللي يخدموا بك الكلافي تكتيل بك اليد كلافي من غير سوري اللي مثلا يخدم في كوجينة يحاول يشوف كيفاش يستعمل أكثر صحيح الأدوات أكثر من يديه. وي مثلا كيما الادوات اللي نلقاهم في شركه السياغ بعد شويه. مشكور دكتور هيكل بن عمر اللي هو اخصائي في جراحه العظام والمفاصل، شوفوا سبوت الخاصه بشركه السياغ. سير مؤسسه سيا مختصه في بيع مستلزمات المطاعم والنزل، تسعى باش توفر لكم كل احتياجاتكم من تجهيزات ومعدات للمطابخ وللمخابز بأسوان معقولة وفي المتناول. سيار تحط على ذمتكم فريق مختص باش يعاونكم ويتقاسم معكم خبراته في رسم البلان دي ميناجمون تاعكم كيما قرات حساب لي بروفيسيونيل في كل ما يسهل عليكم الخدمة. المغرومين زادة وفرت لكم اللي تستحقوه باش تسهل عليكم الخدمة في دياركم. باش تتعرفوا على جودة خدماتنا زوروا شوروم تاعنا في المنزه واحد ولا في الحمامات، وتواصلوا معنا على صفحتنا على الفيسبوك سياغ أو عبر الهاتف 72 317 616.
بيان سور شركة سيغناقة في الحمامات وفي المنزه واحد أكثر معلومات مع لي شيف. سيغ كيف ما قلت فاطمة يحكيوا عليها لي شيف خاطر يعرفوها موجهة للي بروفيسيونيل كيف موجهة للاماتور. لي بروفيسيونيل ينجموا يمشيوا لسيغ موجودة في الحمامات طريق بير بوركبة كيلومتر واحد وإلا موجودة زادة في المنزه واحد تتواصلوا معاهم من خلال رقم الهاتف اللي هو في شي على الشاشة وإلا تزوروهم على موقع التواصل الاجتماعي نتاعهم على الفيسبوك سيغ وتلقاو اللوجو هذايا اللي هو افيشي. نحب نقول راهي سيغ حاطة على ذمتكم وديما نقولها ايكيب مختصة في لي بلان داميناجمون تاع الكويزين بالبيدجي بأقل بيدجي يحاولوا يأثثوا لك الكوجينة متاعك وتكون فونكسيونيل بطريقة تساعدك في الخدمة وتكون كومباتيبل لاكتيفيتي متاعك انت كان فاست فود وإلا ريستوراسيون قال واحد غاسترونوميك ولا بيسترونوميك ولا أي حاجة. دونك هما يعاونوك بالقدا بالقدا في لي بلان داميناجمون كيف لي باتيسري ولا لي بولونجري تلقاو لي زارتيكل الكل دو أ زد من الكرون ماتريال البتي ماتريال اللي تستحقوا له الكل حتى اللام اللي ترشم به الخبز. دونك هنا نجم تمشي للسياغ وتتواصل معاهم كيف لي زاماتور كيف ما قلت ينجموا يلقاو ظلتهم باش ينجموا يعملوا الباتيسري نتاعهم في الدار والا الكويزين كيف تسهلها عليهم سياغ بالمعدات اللي توفرها لهم. شيف فتحيه عندك تجربه مزيانه مع سياغ. اكيد توسكي اكسسوار لوزاج نتاع الكوجينه ماهمش يتحطوا يتخملوا بسهوله حاجات براتيك نجم تستعملهم للحلو العربي للقطو السوري معناها وحاجه باهيه يا ايوب كونهم فما عباد تنصحك غاديك ما تلقاش روحك تدور في محل فما حاجات تغزلهم تقول دراش يعملوا بهم لا ينصحوك ويقولوا لك هذيك شنية كل حاجه لشنو تصلح فوالا. الو هوني انا عندي فرينه نتاع درع درع مرحي يعني احنا نقولوا له فرينه نتاع درع انا نكيل بالصحفه راهو ديما في الغريبات ديما نكيل بالصحفه اسهل لكم كان تكيلوا بالصحفه. عندي شطر صحفة فرينة عادية وردة عندي هوني نشاء نحط منه ثلاثة مغارف تاع ماكلة نشاء متاعي سماخت شاف راهو علاش سماخت شاف على خاطر تشريو نشاء تلقاوه مبلول مازال ما شاحش القطانية ما شاحتش نعرفوا احنا اللي نشاء الباز متاعها من القطانية وقت تشريوه مبلول راهو يخلي لكم لوميديتي في وسط الغريبة متاعكم وفي وسط الحلو متاعكم والا اذا كان باش تعملوا حلو عربي راهو اعرفوا كيفاش تشريوا النشا متاعكم مش الكل يجيكم به. مثلا حصلت انا مره شريت صبه يا اخي في وذني القاضي وقت حكيت الورقه على الورقه لصقت خاطر النشا متاعي مبلول فهمت فيه لوميديتي انا يظهر لي شايح لكن هو ماهو شايح بالحسان يظهر شايح لكن هذا فريمون اذا كان انا حسيته في يكون امبالي ما توصل لميديتي اكيد اكيد فوالا هذاك علاش. الو هوني عندي سكر محور نحط الكميه اللي نحب عليها على خاطر هذاك حسب المذاق نتاعكم حسب قداش تحبوها حلوه الغريبه نتاعكم. عندي جلجلان مرحي نحطه في وسط المقروض نتاع الدرا ديما فيه جلجلان مرحي البنه نتاعو بالجلجلان المرحي وفيه جلجلان كعب من برا هذاك علاش احنا ديما نرحيو له الجلجلان في وسطه هذا الكل نحط عليه شطر باكو خميره جاتو سماخت شيف ما تكثروش شطر باكو يززي للصحفه اللي حطيتها معناها كان باش تعملوا اكثر كان باش تعملوا كيلو انا حطيت تقريبا ارطل مع الدرع الوغ كان انتم باش تعملوا كيلو يولي باكو يكون مفيد برشا باش يهوي لنا الدرع من داخل يخليه منفس. الوغ انا هذا الكل طيبت له شويه زبده عملتها بلانشي بلانشي عملتها كلاغيفيي سامحوني كلاغيفيي معناها نطيبها حتى لين يتيح البن نتاعها يولي لونه في قاحه يبدا اصفر طايب بالقدا من بعد نصب عليه زيت ديو بلوس نجمه باش يبرد لي الزبده نتاعي لابد زيت في الغريبات الكل راهو مهما كان نوع الغريبه زيت وزبده راهي ما تجيش غريبه زبده صافي ما تتشدش وما تتلمش وتاكلها النار كيما نقولوا تاكلها النار هذاك علاش احنا ديما الغريبه نتاعنا ولا مقروض الدرع هذا يجي الا زيت وزبده. الوغ هذا نبسسهم ومن بعد نتبعوا مع بعضنا كيفاش باش يكون الطابع نتاعهم. يعطيك الصحة شيف فتحية الشواشي. مشاهدينا أنا بعد ما حطيت اللحم نتاعنا طاب كيف ما قلت لكم أخزروا هنا سيب الماء نتاعو باش نبدو نفوحوه ونحطوا له
التفاحات واللازمه الكل. اول حاجه باش نبدو بها هي طماطم معجونه من عند سيكام. انا ديما نقول لكم نستعمل طماطم سيكام على خاطرها 100% طماطم من غير مواد حافظه، من غير مواد ملونه، ومجموعه فصل الصيف اللي يخلي كعبه الطماطم ناضجه، سكرها طالع، ما تعملش حموضه. دونك هذه الحاجه من الاخر علاش انا نستعمل في طماطم سيكام معايا في كوجينتي. ودوبل كونسونتري تبذر بالكدا بيان سور، طايبه مليح ومنحين منها الماء الماكسيموم باش تبذر اكثر. هوني باش نحط منها مغيرفه تكفيني للكمونيه اللي قاعد نحضر فيها، باش نبدا نفوح نحط لها فلفل زينه. دونك انتم درجه الحروره اللي تحبوها، ثم اللي ما يحبش الحار نجم يستعمل فلفل حلو، لكن انا الحقيقه نحبها مزوزه شويه الكمونيه. نحط فيها شويه فلفل اكحل، باش نحط فيها شويه كركم، مش برشا باش ما يعطيناش مراره. وهذه لفاحات نتاع الكمونيه، لا تابل لا حتى شيء اخر. انا الكمونيه نكتفي بهاللفاحات هذه، ثم اللي يعمل فيها الحمص، ثم اللي يعمل فيها التابل، ثم اللي يقص لها البصل، ثم اللي يزيدها الثوم. انا ديما الكمونية متاعي نفوحها بهالطريقة البسيطة باش نقعد نطعم اللحم اللحم والكبدة كبدة. ومن بعد في الأخر كي نطفي عليها نزيد نذكرها بالكمون ونعمل لها قرين فلفل أخضر. وديما ما تنسوش كمونية لازمها شوية بصل فرشك مقصوص هو والمعدنوس، نحطوهم على الصحن فوق الطاولة. دونك هذيا الكمونية متاعنا، شوفوا فحاتها كيفاش، ما تجيش حمراء ياسر ياسر، ما تجيش زعرة، دونك متوسطة في اللون. هوني عندي الماء سخون متاعي حاضر باش نمرق به ونخليها تطيب فعقلها سله سله. هوني نقص لها النار ما يسالش، نخليها تطيب على نار هاديه فعقلها لين احنا نقولوا تقف على زيتها. في الاخر وقتها تكون الكمونيه نتاعنا طابت. باش ترجعوا لي بعد شويه مشاهدينا مع بعضنا باش نحضروا الطبق الموالي اللي هو قلنا شربه شرقيه بالعدس الاصفر المقشر. نمشيوا لفاطمه صفاء. مشكورين لجيف يعطيكم الصحة. احنا بحثنا تويكا سيدة الأعمال والخبيرة في كل ما هو مفروشات وستائر مدام زينب البرقاوي. صباح الخير مدام. صباح الخير لبنات، شنو حوالكم لباس؟ الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. على شنو باش نحكيو اليوم؟ اليوم يلا مو احنا رمضان شنو مو قعدات ولا لا؟ اي فين نقعدوا؟ في بيت القعد. اي بيت القعد يستحقوا. قعدة ام خيطة؟ طيب باش نعمل لك لي يلزمكم تطلعوا حضر فزر يلزمنا مخيدات. يلزمنا نحكيو توا على بيوت القعاد والمخيدات. احنا ربي اعطانا ما شاء الله الملية اللي نجموا نعملوا بها مخيدات حلوين. راهو الملية ما تلعبوش بها، راهي تنجم تجي حاجة برك. ردوا بالنا الصغيرات لا يسلوها، ولا تبداش لابسه خاتم، ولا عندك شكال في شعرك تحب ترقد عليها اها تحطها ورا ظهيرك، اما باش ترقد عليها لا. يورينا المخيدات، خلينا نشوف شنو الماليه شنو عطات والمرقوم اش يعطي. ورانا به هذه النجم ناخذ على طابع المرقوم وديك الفروسيه، والا تاخذ الزابخ. هذو ما شويه على الاوروبيان، توا احنا نحكيو من اللي عطاني الاوروبيان برا بركه ما يسالش ما يسالش. هذو المخيدات نستحقهم في القعدات، ولو عندنا في الصاله نتاعي عندي الصندوق اللي المخيده الكبيره نقولوا لها الصندوق، رانا بحاجتنا بالمخيدات 40 على 40 ولا 45 على 45 ولا 30 على 40 ويخرجوا حليلتهم. وعندنا زاده المساند اللي باشتو نوريهم. ترى ورينا الصوره الاخرى. ايه هذه يا بنتي شادة المخيط. ربي يفضل. نوريكم يخليك هنا كيفاش نعملوا دو سوغ دو غالون. هي المخده سي دو ساتان غري، عندنا لو غالون اللي هو اون بونبون غري، وعندنا الغالون فوق منها او بعد 7 سنتي نعملوا ان اوتر غالون اون بوردو. وهذه حانوت بيتك او بوتيك بيتك او شروم بيتك، اهلا وسهلا بكم. هنا نعطيكم نوعية من مثلا ناخذ القمرة هذيك نلقاها راو في القماش الباروك ونقصها ونحطها على المخدة. والأخرى ناخذ الساتان العادي ولا ناخذوا سوات شانتون، نعملوا لو غالون ا بونبون من اللوطة كبير، ونعملوا ان اوتر غالون من الفوق تعطيكم الحاجة هذية، ونعملوا توت اوتور دو غالون. راهو تنجم مازال بكري صارت رمضان طويلة، تنجم تاخذ المخادات حتى هما مخيطين تضيفك الغالون، تحب تضيفه بالخياطة باليد، تحب تضيفه بالكول ما يسالش. هذه ساتان مدور، والا تاخذ لو فلوغ اللي هو ساتيني، والا لو فلوغ اللي على السوا انت وامكانياتك الماديه.
تدور لو كونتور هذا اسمه لو مغابو. لو مغابو خذ الخشين ما تاخذش شوي. وبعد عندنا دي جالون اللي احنا نحطوهم في برشا بقايا، هذيك تدورها توتو تور تبعد 7 سنتي وتدورها على المخده تعطيك هذه. هذه زاده كيف كيف سي تان جالون، هذه البلو محرجه بالجالون زيكزاك يتشري بالكيفيه هذه. تنجم تعملوا المراه تضعوا باليد تحطوا فوق اللي هذه اسمها لو فلور عسوا. الاخرى هي امبريمي ورد، شيء ما عملنا لها، احنا خذينا القماش قصيناه ودورنا الجالون توتو تور. هذوما كيفيه كيفاش انا نزين غرفه الجلوس نتاعي. ما احنا نعرفوا تو في الاسواق فما لي بوف هذوما اللي هما جلد، تنجم ما تاخذش المارون والمستنسين بهم والنوار، تنجم تاخذ الالوان، عندك البلو عندك الفير، وتضيف اضافه كالاصفر وكل اخضر وكل بلو اللي تزيدني اناقه. وعندنا الشرك تولينا نمثلوا فيهم، تنجم شركه عنبر تنجم شركه ببوش، تحطها في اطار صغير وحدك تلصقها وتحطهم دي تابلو دو لا سورت. والطاوله تنجم تقعد طاوله حتى هكا نجم راهو نحط فوق منها طبق، وريتكم ان الطاوله مغلفه تنجم تكون فوق منها طبق. اذا مليت من الطاوله نتاعك تنجم تهز تغلفها تخرج لك بالكيفيه هذه، وهيك مودرن وارابيسك مع بعضه. هذوما توسكي ساتان مخيط ديتك، كان تلاحظوا عندنا وجه وعندنا قفا. مثلا انا طبقت لي المخيطه، والا عندي نحب نعمل الوان، نجم الفاس لون والكونتر فاس لون، تعطي كاكا ظاهره المخده وجه وقفة، ونعمل هارمونيزاسيون دو كولور اللي يتمشاو ومع اللي عندنا احنا في الصالونات، وتخرج حلوين ومزيانين. تعمل لو كوردون توا، ولينا وقت اللي نحطوا المخيده ما عادش نقولوا نحبوا اكل لي كوان واقفين، نجيو في الوسط ونحطوا يدنا، نقصروا الوسطاني هاكا المخده لورونجي ظاهره، والمخده هذه اللي فيها دو كولور ظاهره. ما عادش كلي مشنطك اللي تحط لها الموس، وما عادش نعملوا الموس، رانا نعملوا الداخل، نعملوا دو لاوات والا وات وموس. وهذه دار بن جندوبه، اهلا وسهلا لجماعتها، ما شاء الله نوريكم كيفاش الستاير، كيفاش الثريات، كيفاش الديكور اللي عندنا في تونس. عندنا ديار في تونس، عندنا قصور ماهمش ديار ما شاء الله، راهم عندنا بسم الله وما شاء الله. هنا ليكيب برقاوي قاعدين هما يخدموا في الدار هذيا، مس تبارك الله من الستاير. الصالونات مازالوا مغلفين في شكايرهم، ان شاء الله بعده يتحلوا وتترصف في الدار وتشوفوا الخدمه اللي تعملت فيها. تعملت باللان وباللاسوا، فيها لو كوردون، فيها لي بو بونبون اللي هما بالسوا، فيها هذايا القماش كله زيكزاك، هذايا جبته مره وريته لكم، الكل خارج اون غولييف، خارج زيكزاك اون غولييف، فيه البيج وفيه الدوري المات، لي ريدو اون سوا هاكا تراو فيهم قدامكم، حلوين زادا مزيانين، افيك لو كوردون، افيك اللي هي لومبراس، افيك لو جالون بالسوبر دومبراس اللي هو في الشوارفسكي. هذه دار من الديار اللي نعملوا فيها، هذه دار كما قلت لكم في بيجا، ومبروك عليهم. بعدك باش نحلوا صالونات باش نزينوا باش نعملوا لا ميزون بلاس نتاع الدار الكل. توا الولاد هنا باش ندخلوا لو كوريدور اللي مازلنا ما زيناهش، تو باش ندخلوا غرفة النوم الطفل، هي بلو. عملنا الستاره اللي ديما نحكيو عليها، نقولوا احنا الستاره جور انوي، هاكا تولي هنا جور، كيف نجبدوا على الخيط تولي لك نوي، وما تخليش الذبان يدخل، ما تخليش الناموس يدخل. نعملوها في الكويزين ولا نعملوها في لي شامبر دونفون اللي هما صغار، نخاف انا يهلكوا لي الستاره، نولي نعمل لي زيبغا. هذه غرفه اخرى زيدا زيبغا اموتيف، وقت لي لقى سبايدر مان، وقت لي نجبت سبايدر مان يتلم تلقى الطفل يلقى ان تابلو دو سبايدر مان في الغرفه بتاعو، وتو الوليدات الصغيرات الكل يحبوا سبايدر مان. بعده يكبر شويه نعمل له لي بانو، هذه غرفه الاولياء، هذايا سي دو لا دونتيل سي دو لا كوبور روزي، هذايا كريج عالروزي كله معمول باروك، وهذاك لو كولتون اللي هو
القماش حلو مزيان ويعطيني الطو حتى في اللي بلي كان تشوفوا اللي بلي كيفاش يتعاملوا كاينهم حدين كاينهم بليسي ونعملوا اللوطه ليفونتاي هايكا ليفونتاي كاني مروحه تبدا مخدومه بالقدام مرتوبه وهذوك ملومبراس والسيبور دومبراس اللي عملناهم. شعلنا اخر صور مازال عندنا تصاور الاولاد يظهر لي كهو باهي مادام هذو من الناس اللي ينجموا معناتها المراه تعمل حاجه وحده عشان تخيط حاجه نشم. تكون عندها حرام انا نقول قديم ولا صحيح حاجه مثلا توا كيما روبتك هذه كان قدامت هذه قماش عزيز غالي وي. انا مثلا ناخذ نعمل مخيطات صفر ونجي الفوقاني هذيك يبرك يوريش جماعه ولا يجيو تكاو عليا توا ديكور الماتيريال حتى هذيك خبشه في وسط مخده من المخيطات مش تخرج وربي والا نجم امكانيه اخرى نشقها في الوسط كل الطريف نحطه في اواخر المخيده تولي عندي زوز مخيدات بك الطريف هذاك اللي انت تسمعك مدام دوجه تو دوخنا في الدهر تحياتنا يا شباب هذه الزاده نتاعي كيف كيف راهي هذه تجيني مخيده حلوه والله بالحق والله تجي حلوين روجي انا نجي مسند المسايندات يا حليلتهم تو ما وريتكمش المسايندات ياسر حلوين نعمل ديامتر 15 ولا 20 اما نحط بروش وجبتهم عده مرات ولا نحطوا بونبون ولا نحطوا فلسه والا نخليه قد قد ونعمل حرجيه من الاول ومن الاطراف من اللون ومن الاخر نتاع المسند يولي حلو والا في الوسط والا ما عنديش قماش نحط هذوما اللون كيف كيف ونجي في الوسط نحط لون اخر خاطر ما عنديش قماش ونعمل لي زومبو اخرو نعملو من القماش الاخر راهو يلزم الافكار صحيح انا من الحوايج القدم نجم نعمل برشا حاجات تو المراه قاعده والسهريه طويله تاخذ روبه بتاعها ولا متاع بنتها ولا اصفر ولا بالحق والله ما عادش تحجت بها الروبه تدخل الداتقه مخده تو فما شوف احنا قبل كانت المنشفه تولي خيشه بعد ما تتقص منها شويه تولي شريقه كوجينا المنشفه كي تقدم دونك الحوايج كوجينا ساعه من الاول شريقه كوجينا وما شفت استنجي بسم الله عليك من الاول هكاكا وباش تولي خيشه اون ديغني ليو كانت المراه حافقه توا شنو هزوا لوحه والله العظيم مش معقول والله ولا نمشوا نقضيو ولا سوري تراجلك تجيب سوري ولدك ترجع حلو والله 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 هذه لازم نعملها حلقه واحده مدام خاطر فيها برشا جو نعملوا هذا غير شي حكايه لنا توا الناس الكل تولي حتى الراجلات تغزل له تقول له يزيها هذه لبست يزي ما لبست يزيها ما لبست خرجها مخدمه اعطينا لي شو روم زوين مدام الضحكه حلوه في رمضان الحمد لله مطلوبه الضحكه راهو عملنا لكم جو عائلي باش ننسيكم في الصيام وان شاء الله الصيام مقبول توا نحكي لكم على الشروم تاعنا نذكركم بالعناوين نذكركم بالصفحه تاعنا اللي هي على الفيسبوك برقاوي ريدو ما تنساوش كلمه ذا اوريجينال يخليكم راهو هذه تصنف مدام برقاوي وبناتها مش حاجه اخرى الشروم تاعنا عندنا شروم تاع العوينه سيتي طيب المهيري قدام تعاونية الحرس الوطني عندنا بحذاها شروم بيتك اللي تلقى فيها المخيدات هذم وياما مخيدات اخرين حلوين بالريش ومزيانين عندك شروم اللي في حدائق المنزه ثالث محل بعد المعرض عندك شروم متاع صفاقس غود دلا فران كيلومتر 7 وعندك شروم ثنيت المرازقه أول فو 700 متر وبعده قدام لانترموب والهواتف هما 98 53 13 83 وعندكم من 20 53 13 83 هو هاتف مدام برقاوي وأهلا وسهلا بكم وكمان رمضان مبروك إن شاء الله تعود عليكم بالصحة والعافية آمين وأجمعين مدام برقاوي نخرجوا فاصل ومن بعد نرجع Thank you.
وردة سرنا المحبة. كام تقول هيلك قوتنا في هريستنا. اليد في اليد مشيت معايا، سمعت الصوت لقيت غنية، شفت الوجه لقيت مراية، كفاحت ولات حكاية، وكتابت بنتها نهاية. نجمة اللون ذهب وكل شيء فيها يتحب. نجمة راك حرة. تن البدر صحة ونكهة وبنة، عرفتي توا سر تن البدر وهل يخفى القمر؟ يا ذا الأزهر مزهروني ديما مزهر ومعدل كل منقالة، أما في قضية الدار الأزهر يخاف من مرته موش نورمال. توين الخبز؟ قلت لك سلق مش معدنوس، صابون أخضر مش ممسك، الحم مش دجاج. أوه ما عنديش الزهر في قضيتك. أما عندي الزهر كي خبيتك. من اليوم سمارت شيف تقدم لكم كريمة جديدة بنكهة الزهر تبنن زهرك. من رجع المعدنوس وعليش نرجعه فيه؟ مع سمارت شيف ما سهلها البنة. أنا خولة سليماني في برنامجي بوم مع خوخة برشة تعب في التحضير والتصوير، أما كي ندخل داري كوجينتي هي عالمي، وين نلقى راحتي وجوي، وين نتفند ونحي تعب النهار هين. سمحني أختي عندك إمين تتزنف لقوي مناعة. صف عايشك. صف 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 سمحني. أما سير عندك إمين تتزنف لك ما هو اللي قوي المناعة وفيه الفيتامينات. هيا به إمين تتزنف أختي ريتو هذا يقوي المناعة اللي فيه زنك كله زنك وفيتامين سي وفيتامين دي صفا. إمين تتزنف نشاط وحيوية. إيمينيتي 19 مكمل غذائي لتقوية المناعة بعد استشارة الصيدلي.